السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي أعمل لينك بين ملف وملف، ولو حصل تعديل إزاي أشعر بيه. طيب ده هفتح هنا ملف جديد، هقول له نيو، وهقول له مثلا خليه ميكانيكال تمبليت، وأقول له بروجكت. هاجي هنا اقول له انا عايز اعمل لينك من انسيرت، اقول له لينك ريفيت، وابدا اختار الملف عندي بيم كوردينيتور، واقول له انا عايز الملف اللي هو بتاع الريفيت، اختار الملف اهوت اورجن تو اورجن او سنتر تو سنتر. اورجن تو اورجن 00 ل 00، سنتر تو سنتر بشوف النص اللوحه سنتر، الشيرد كوردينيت لو عندي لوحه كبيره وفيها ملفات كتيره وعامل شيرد كوردينيت، المانيوال بيديني النقطه وانا ابدا احطها في اللوحه نفسها، يعني بيديني اورجن وابدا بالماوس اختار المكان اللي هينزل فيه. هي انسب حاجه بالنسبه لي اورجن تو اورجن. طيب ممكن بعض العناصر انا محتاجها معايا في اللوحة بتاعتي او في المشروع بتاعي، زي مثلا موضوع الليفلات، فهاجي هنا في الاليفيشن عايز ابدأ اخد الليفلات. طيب الليفل ده بعمل عليه سيلكت عادي، والليفل ده بقدر اعمل عليه سيلكت عادي واقول لهم ديليت عادي خالص. ليه؟ لان دول موجودين في قلب اللوحة بتاعتي، دول مش قادر اعمل عليهم سيلكت. اول ما اعمل سيلكت بيبدأ يعمل سيلكت على كل حاجة. طيب خلي بالي اول ما انزل اي حاجة لينك لازم اعمل لها بن الاول، بن على اساس انها تثبت وما تتحركش خالص بالغلط. تاني حاجه لو هي معماري بدخل هنا في الايديت تايب واعلم على روم باوندنج على اساس ان المشروع بتاعي يحس بالغرف. طيب نبدا بقى ناخد الحاجات اللي احنا عايزينها لينكات. اقول له انا عايز من كولابريت كوبي مونيتور، واختار سيلكت لينك، واختار اللينك دوت، وبعد كده اقول له كوبي مالتيبل على اساس اعلم عليهم كلهم، واعمل سيلكت على الليفلات اللي انا عايزها، هقول له فينش مرتين مش مره واحده عشان بيحصل لخبطه. فينش الاول ان انا عملت سيلكت على العناصر، وبعد كده فينش ان الحاجات دي تاخدها كوبي. هتلاقي ان بدات تظهر علامه ان في من مراقبه مونيتور، لو اي حصل اي تعديل هيبعت لي رساله تحذير. اجي هنا واقول له كوبي مونيتور واقول له فينش. لو عملت سيلكت على اي ليفل هتلاقي بتعمل سيلكت على الليفل فعلا، وبيجيب لي هنا ستوب مونيتور يبقى فيه مراقبه للشغل بتاعي. طيب لو انا جيت هنا في المعماري وغيرت شويه حاجات، يعني الليفلات دي مثلا جيت على الليفل دوت وغيرت الارتفاع بتاعه، وده برضه غيرت الارتفاع، وممكن تلغي ليفل مثلا والليفل ده مثلا ممكن تلغيه تاخد منه كوبي براحتك. طبعا التعديلات والالغاء ده حاجه غلط جدا لان ده هيبوظ الملف خالص، تمام؟ فنخلي بالنا من حاجه زي كده. هقول له سيف، طيب بعد كده هروح لبتاع شغل الكهروميكانيكال. اجي هنا وهقول له انا عايز اعمل ريلود للملف المعماري، ولو انا جيت افتح طبعا هو بياخد اخر حاجه فينبهني ان في تعديلات، بيقول خلي بالك لازم تعمل كوردينيشن ريفيو في مشاكل موجوده، هقول له اوكي. اجي بعد كده من كولوبريت وهقول له انا عايز اعمل كوردينيشن ريفيو، واختار اللينك بتاعي، هيقول لي خلي بالك ان في حاجات اتلغت، فانت لما تسيبها لما ريجكت لما ديليت اليمنت من عندي، تمام؟ هنا بيقول لي خلي بالك الحاجه اتغيرت، وتقدر تحط كومنت اي ويل تمام. بعد كده تقول له بقى انت عايز بوست اون ولا ريجكت ولا اكسبت ديفرنت ولا موف ليفل، فتختار الحاجه اللي انت عايزها اهوت اكسبت ديفرنت، وتقدر تشوف البوست باوند والريجكت، وتقدر تعمل كريت للريبورت.
صفحة اتش تي ام ال فيها ايه الحاجات اللي اتغيرت بحيث تبعتها للمدير، تمام، فتقول له اوكي، فهتلاقي الليفل ده اتغير، الليفلات اتحركت بالشكل دوت.